وصلنا للسؤال رقم 51. جاب لنا كده صفحة وورد عادية فيها نص، وبيقول لك ايه بقى؟ ان ذا باراجراف في هذه الفقرة containing the insertion point اللي بتحتوي على نقطة إدراك make a hanging indent واحد from the left margin of this document. يعني ايه؟ يعني اعمل حاجة اسمها يا جماعة hanging indent. تعال نشوف الحوار ده يعني ايه. يعني بص كده، وليكن يا جماعة ده ملف عندنا اهوت، ملفين كده مثلا، بروح على فورمات واقول له باراجراف اهيت. عايز اقول ايه هو بقى؟ عايز hanging indent، يعني indentation، يعني اهو indentation بس من نوع hanging. طالما حدد لك النوع بنروح حاجة اسمها special خاص، ونروح كده اه hanging، ونكتب نقول له ايه اللي هو واحد انش زي ما عندنا ماشي، ونقول له ايه بقى، ونقول له اوكي. اتفقنا يا جماعة؟ اتفقنا. في الهانجينج يا جماعة، في الهانجينج بص بيعمل ايه بقى؟ بيخلي اول سطر كامل وباقي الباراجراف فيه مساحة كده فراغ اوله. طب لو اخترنا النوع التاني اللي هو فيس لاين، الفيس لاين اول سطر بيدخله جوه والباقي زي ما هو، يعني عكس الايه؟ عكس الهانجنج. والاثنين نوعين سبيشال، نوعين خاصين من الاندنتيشن. تمام. السؤال اللي بعد كده رقم 52، جاب لنا كده نص كده، بيقول لك اد ديسيمال تاب ستوب ات 4. قلناها برضو معاه، قلناها كذا مره، قلناها ثاني كده، عايز يحط ديسيمال تاب هات 4. فنقول له هنا عندنا في قائمة الفورمات هنختار تابس وديسيمال اهي، ونعمل 4، ونعمل شيفت طه اللي هي رمز الانش، ونقول له ست ما ننساش، ونقول له ايه اوكي. طيب السؤال بعد كده رقم 53، مع البيانات نص كده كذا كذا لاين، بيقول لك ايه بقى؟ ميك selected list into a default numbered list. السؤال ده جالي قبل كده، بس بدل ما numbered قال لك ايه؟ bulleted اللي هو مرقم ترقيم نقطي، لكن ده قال لك numbered. يبقى على طول بيختار ايه؟ هذه الايقونه يا جماعه، ده numbered. لو قال لك bulleted يبقى الايه اللي جنبه. السؤال اللي بعد كده رقم 54، بيقول لك change the page size، غير حجم الصفحة for this document لهذه الوثيقة to A4 عشان تبقى ايه 4، وليكن ده كده الصفحة بتاعتنا. عايز بقى اغير حجم الصفحة، منين بقى؟ بتروح على قائمة فايل وبتختار حاجة اسمها page setup اللي هي اعداد الصفحة، وبعد كده بتروح لبيبر الورقة، ومكتوب عندك كده بص بيبر سايز، بتعمل مختار كده وتخليها ايه A4، وتقول له اوكي. اتفقنا يا جماعه؟ يبقى اذا عشان تغير البيبر سايز حجم الورقه بتعمل ايه بقى؟ من قائمه فايل بيج سيت اب اعداد الصفحه، وتروح على التاب اسمها بيبر في النص، وعلى بيبر سايز تخليها A4، وتقول له ايه؟ وتقول له اوكي. تمام. نرجع تاني للاسئله. السؤال رقم 55، بديك اهو نص، بقول لك ايه بقى؟ insert a manual page break. سؤال يا جماعه مكرر، ادرك فصل الصفحات. بنروح لقائمه insert ونختار break، ونختار page break، ونقول له ايه اوكي. تمام. السؤال بعد كده 56، مديك نص برضو، وديك هيدر فوق اهو ماشي، وبيقول لك change the text in the header to guide to kidney كاونتي. برضو يا جماعه نفس السؤال برضو مكرر، عايزك تغير النص اللي في الهيدر. بتيجي على الهيدر كده تعمل دبل كليك وتمسح النص الموجود، اكتب اللي انت عايزه وقول له ايه كلوز. السؤال اللي بعد كده رقم 57، بيقول لك insert automatic page numbers، ادرج ارقام الصفحات بشكل اوتوماتيك into the bottom left، يعني تحت كده ماشي.
ليفت كورنر اوف اول بيجز ان ذيس دوكيمنت. يعني يا جماعه، يعني مثلا كده وليكن هو تحت كده، هو ايه تحت كده، فعايز يعمل ايه؟ عايز يدرج ارقام الصفحات هنا، ماشي، عايز يدرج ارقام الصفحات ايه، الصفحات هنا. فاحنا لو ممكن نقول له كده insert، ماشي، بيج نمبرز اهو، رايت، اقول له ليفت عشان عايز على ليفت، ماشي كده، اقول له ايه، لا لو انت عايز تظهر اول رقم على اول صفحه اظهره اهو، قول له ايه، قول له اوكي اهو، نزل معاك يا جماعه، نزل معاك ايه الارقام اهيت. اوكي، بعد كده ادي نص اهو، وبيقول لك يوز ذا انسيرت تيبل تول بار، استخدم التول بار بتاع ادراج جدول button to add a table، اللي عشان تضيف عشان تضيف جدول فور كولمز مكون من 4 ميدا وايد باي تو روز مكون من 4 ميدا وصفين تو ذيس دوكيمنت. اه يا جماعه تعال نشوف كده، نعمل صفحه جديده اهو، عايزين ندرج ايه جدول. بص كده، بقول لك ايه بقى من تول بار، اللي هو كده، بص انت ممكن تدرجه من دي او ده، يعني يا اما ترسمه بايدك يا اما كده هنا كده، تقف على كده وتختار بقى، شوف بقى ايه، ادي كده عمودين 3 4، بسألك 4 ميدة في صفين، اطلع فوق شويه كده اهو، وكليك عليه نزل اهو يا جماعه. واحد يقول لك طب انا اجيبه هرسمه، ماشي اوكي فرقتش خلاص، بس ده اسهل. اهم حاجه ايه، لو طالما قال لك تول بار ما تروحش بقى لتيبل وتقول له انسرت وتقول له تيبل وتحدد وتحدد كام عمود وكام صف، غلط غلط، لانه قال لك استخدم التول بار، معنى استخدم التول بار يعني ما تروحش للقوائم. اوكي يا جماعه، ادي كده احنا قدرنا ايه، قدرنا الجدول اللي هو مكون من 4 اعمده، ادي 1 2 3 4 وادي ايه صفين. السؤال اللي بعد كده اللي هو رقم 59، على جدول برضه اهو، ومحدد لك العمود الاخير ده، ماشي، بقول لك ايه بقى، بقول لك create a new column، انشئ عمود جديد to the left of the selected column، على شمال العمود اللي هو مختاره. هنشوف ازاي دي، بص كده هو عامل لك ايه، هو محدد لك العمود ده وعايزك تدرك واحد على يساره. طيب الاول بس نظهر الشريط بتاع الايه اللي هو جاي معاه اللي هو ده، ايوه كده، عايزك ايه بقى، عايزك تدرج عمود هنا كده، ما هو ده يمين وده شمال، عايزك تدرج عمود يسار العمود ده، فبتيجي هنا يا جماعه كده، تفتح دي كده، بص بص الكلمه دي، بيقول لك insert columns to the left، ادراج اعمده على اليسار، هي دي يا جماعه، كليك عليها اهو، حط لك ايه كمان، واحنا كنا 4 اعمده، 1 2 3 4، حط عمود ايه، عمود 5. اوكي كده، واحد يقول لك ايه، لا يا عم انا مش عايز دي، انا ارجع فيها كده مش عايز دي، يقول لك ايه، يقول لك هروح لتيبل، ماشي، واروح لانسيرت واقول له كولمز تو ذا ليفت، صح اوكي ماشي، بس دي بدل ما اروح للقائمه فوق اهو جنبك على طول. طيب السؤال اللي بعد كده، السؤال رقم 60، نفس العمليه برضو، جايب لك الجدول ومحدد لك كده اول صف، وقال لك ايه بقى، وقال لك اد يولو شادنج تو سيلكتد سيلز، اد يعني يضيف، يولو شادنج تعبئه باللون الاصفر للخلايا اللي هو ايه، اللي هو مختارها. تعال نشوف يتعمل ازاي ده، يعني مثلا يا جماعه انا كده مختار الصف ده، عايز اخلي التعبئه بتاعته يولو صفرة، اعمل ايه، تيجي للباكت ده او رمز الكارت ده، تيجي على السهم اللي جنبه وتختار، تقف عليه هيديك اسم يولو الاصفر، تختاره، اطلع تكبر كده اهو، بلاقي يا جماعه اعمل له عمليه شيدنج او فيلينج باللون ايه، باللون الاصفر. اتفقنا؟